السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت منكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو دي اليوم. اليوم ان شاء الله البنات غيكون فيديو مغاير تماما على الفيديوهات اللي فات حطيت في القناة. اليوم ان شاء الله غيكون واحد الفلوغ اللي غادي نديكم معايا لواحد البلاصة اللي اول مرة غادي نمشي ليها. صراحة ما سخيتش من ما رجعش منها، يعني نبقى فيها حيت زوينة بزاف بالنسبة للناس اللي فيها وبالنسبة للطبيعة اللي فيها. يعني واحد الاحساس البنات زوين. انا كنتمنى انكم تتبعوا لا فيديو حتى الاخير باش نشوفوا كاع هذاك الشيء اللي غادي يكون في هذا الفلوغ ان شاء الله، ما غاديش يفوتكم. وجايين فلوغات وحدين اخرين البنات، انا ما بغيش نطول لكم لا فيديو باش ما يجيكمش طويل بزاف. انا غادي نقسم لكم الفيديوهات باش ان شاء الله تشوفوا كاع هذاك الشيء اللي غادي يكون في هاد الفلوغات الجايه ان شاء الله، حيت كاينين بزاف ديال المفاجآت. وبلا ما نحرق لكم المفاجاه البنات، الا كنتوا اول مره غادي تشوفوا القناه ديالنا ولا غتشوفوا هاد لا فيديو بالضبط، فضلا ليس امرا شاركوا في القناه. ما عليكم الا تضغطوا على واحد الزر غيبان لكم بالاحمر، غادي تضغطوا عليه غيولي بالابيض، وغادي تفعلوا الجرس باش ان شاء الله يكون يوصلكم كل جديد حطيناه في القناه. خلوا لايك ولا كومونتير الا كان عندكم اي تساؤلات ولا عجبكم لا فيديو خلوا لايك. وبلا ما نطول عليكم البنات نخليكم مع هاد لا فيديو. بعد البنات ما وصلنا قلت علاش لا ما نخرجش نصور لكم هاد المناظر اللي كاينه البنات في دكاله اللي الصراحه تبارك الله الخيرات ديال البلاد كاملين كاينين فيها تبارك الله. كل شيء الزيتون الكرموس الليمون، يعني كل شيء البنات الفواكه كاملين كاينين في دكاله تبارك الله. البلاد ديالنا كامل معروف بالطبيعه وبالخيرات ديال البلاد، صراحه ما كاينش محسن من المغرب. كيف ما قلت لكم البنات راه في نفس النهار غتكون واحد مفاجاه اللي انا ما غاديش نصورها لكم دابا، غنخليها حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. الفيديو الثاني هي اللي غادي تكون فيه. المهم في نفس النهار الاول انا صورت لكم غير هذا الشيء، صورت لكم غير الطبيعه، وفي نفس النهار الثاني ان شاء الله باش ما يجيكمش الفيديو طويل غادي نصور لكم هذيك المفاجاه اللي قلت لكم، وغيكونوا ان شاء الله غيكونوا واحد السلسله ديال هذا الفلوغ هذا، غيكونوا فيه سلسلات باش ما يجيوش الفيديوهات طوال بزاف. وحتى لهنا البنات غادي نقول لكم السلام عليكم، ما تنساوش الفيديوهات الجايه ان شاء الله اللي غادي تكون فيهم التتمه ديال هاد الفلوغ الاول، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. نخليكم مع الطبيعه فرجه ممتعه.